هاد الساعة البيولوجية كي تبدأ تعمل رايحة تقوم ب ضبط وإفراز بعض الهرمونات اللي يعني تكون عندها دور كبير في الحالة الصحية تاع المريض نتاعنا. الساعة البيولوجية اللي لازم تكون منضبطة، معناتها العمل تاعها لازم يكون عمل منتظم وعامل دائما بنفس الطريقة. وحنا واش غنديروا في خلال الشهر تاع رمضان الكريم؟ الناس راهي يعني تجعل خلل في هذه الساعة البيولوجية، لأنهم ما يرقدوش في نفس الوقت، ينوضوا في الليل، يعودوا يرقدوا، يسهروا. إذا كان الأطفال ما عندهم اضطرابات في النوم، راه رايح يكون عندهم تذبذب في النمو نتاعهم. عندنا بعض الهرمونات كيما الهرمونات تاع الغدة الدرقية عند حتى الإنسان البالغ، يعني لاجولت يكون عنده اضطرابات فيما يخص هذه الغدة، يكون عنده اضطرابات فيما يخص الضغط الدموي، يقدر يكون تأثير على الهرمونات تاع الأنسولين. الانتقال التدريجي، لازم الانسان اليوم باغ اكزومبل راه يرقد على 2 تاع الصباح، غدوه ما يقدرش يرقد على 10، غدوه لازم يولي الوحدة ونص، ومن بعد غير غدوه يطلع للوحدة، ومن بعد 12 ونص، ومن بعد تدريجيا. حتى الاطفال نقدروا نديروا لهم هذا الشيء يعني تدريجيا، ولكن الحاجه المهمه اللي هي الوقت تاع الاستيقاظ لازم يكون ثابت.